عائلة قتل ابنها وهو أب لثلاثة أطفال، انقتل ويا صديق له بعد اعتراف الجاني بأنه هو القاتل، يعني قتل الاثنين، يعني تم إلقاء القبض عليه واعترف. اتضح أنه هو متعاطي للمخدرات، تم محاكمته على موضوع المخدرات والتغاضي إلى الآن عن موضوع يعني جريمة القتل وهو قتل شخصين. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع. أبو فاضل الله يرحم ابنك فاضل، يا ريت توضح لنا شنو اللي صار بملابسات هذه القضية وبالأخير الحكم اللي تفضلت به وسمعناه يعني قبل ما نبلش بالتصوير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا والد المقتول فاضل عباس كاظم الكلابي. ولدي انقتل بتاريخ 29/9/2019. مرت على جريمة القتل ما يقارب السنة، وبعدين خبرتنا القوات الأمنية بإلقاء القبض على المجرم القاتل عامر سلمان الأسدي. احنا نعرفه من نفس المنطقة هو، ونعرفه من نفسه ونعرف أهله، لكن ما لقت القبض عليه، ما لقوا القبض عليه وما ندري به هو القاتل، بس القوات الأمنية هي عندها معلومات كافية وتدري. القوات الأمنية عندها معلومات عن كل، اعترف بقتله هو، اعترف بقتل الفاضل، دونوا أقواله وثبتوها قضائيا. القضية صار لها 11 شهر مماطلة بالقضاء، 11 يعني شهر مماطلة من ناحية القضاء أم من ناحية المحامي اللي أجل القضية لو شنو؟ والله هم عندهم محامي، بس أنا أتهم القضاء، لأنه القضاء 11 شهر صار يماطلون بهاي القضية، وهو اعترف بأول أسبوع وثبتت أقواله وطلع كشف دلالة. يعني هاي الفترة تثبيت الأقوال وكشف الدلالة وهذه الشغلات ذن كلهن ما يمر عليهن أكثر من شهر خلصاً، يعني هسه صار 11 شهر. التأجيرات مالتهم، تأجيرات المحكمة كلها شهر 20 يوم، شهر 20 يوم، هسه كلها خلصت. احنا ما نتهم القضاء، القضاء نزيه وعادل ما نتهمه، بس لما خلصت القضية وبقت على النطق بالحكم، لما بقت على النطق بالحكم وهو أساسا لقى القبض عليه على جريمة القتل، زين تطلع جريمة المخدرات وينحكم عليها سنة ويسفر للإصلاحي بالرشيد. وموضوع جريمة القتل اللي شخصين طبعا، هي مو لشخص واحد، هسه بقت مؤجلة على ما يجلبوا. رئيس المحكمة يقول أنا فتحت تحقيق بتسفيره، شلون سفروا هذا على جريمة قتل؟ فتح التحقيق. أنا ما أتهم القضاء، بس أنا أقول هاي الشغلة وراها ناس، وراها إيد خفية هاي الشغلة، أنه تتقدم هاي المحكمة على هاي المحكمة ويسفر ويدزون كتب وما يجي، والقاضي يفتح تحقيق. يعني أنا على قد عقلي، أنا إنسان أريد أقول علي أمي، بس أنا ما مقتنع بهاي الشغلة. أطالب القصاص، قصاص إنه ياخذ جزاء على هاي الفعل اللي فعله. ايش يعني قتل شباب اثنين ويتم اطفال وهدم بيتين، لكونه هو يعني مستهتر بنفسه كأنه انسان مو محترم. نعم مازن، طبعا هذه القصه اليوم نقلنا لك اياها من محافظه كربلاء، ولكل المشاهدين في قناه التغيير الفضائيه وبرنامج لوكيشن هذه كل التفاصيل اللي ذكرناها كانت أقول المشكلة بالقضاء مثل ما ذكر أبو فاضل. القضية تأجلت العديد من المرات، ولحد هذه اللحظة لم يكن هناك أي نطق بالحكم. القضية على مقتل شابين وتمت محاسبة القاتل على قضية مخدرات.